أقرب الأصدقاء ليسوا مجرد حيوانات بالنسبة لهم، لمن يربوها منذ نعومة أظافرهم. فلا تتعجبي يا نادين إذا رأيت صديقتك مقتنية الكلب، تذهب للكوافير وتعتني بإكسسوارات شعره أكثر من اهتمامها بإكسسواراتها الشخصية. نشاهد. للكلاب أيضا نصيبا من الجمال، سأساعدك اليوم على تدليل كلبك. اخترت المجال ده عشان أنا بحب الحيوانات جداً، وعشان المجال ده كان مش موجود في مصر ومحدش يعرف عنه حاجة، وعشان هو مهم قوي 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 للأونر اللي بيربي حيوان، ومهم جداً للحيوان، مهم للصحة العامة، مهم لصحة الأولاد الموجودين في البيت، بيحافظ على حاجات كتير قوي، وقاية بمعنى أصح، أحسن من إن احنا نروح نعالج حاجات كتير جداً زي الحساسية، الشعر بيكلكع، التهابات العين، الحاجات دي كلها مشكلتها ان احنا مش بنعمل جرومينج. بنتعامل مع الكلاب الشرسة على حسب شخصيتها، يعني في كلاب بتبقى خايفة فبنبدأ ان احنا نطمنها، في كلاب تانية بتبقى عصبية فبنبدأ ان احنا نسيطر عليها، في كلاب تانية بتبقى بطبعها الشراسة يعني دي بتبقى فطرة فبنبدأ ان احنا نحط لها كمامة ونبدأ ان احنا نسيطر عليها عشان نقدر ان احنا نعمل لها الخدمة المطلوبة. في قصات كتير جدا 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 للكلاب على حسب النوع بتاعه، يعني في نوع اسمه بودل، البودل ده ليه قصة شهيرة قوي اسمها تيدي بير، دي بتخليه شبه الدبدوب، اكتر الناس بتفضلها. على حسب نوع الكلب وعلى حسب انواع القصات، كل كلب ليه قصة 2 3 و5 على حسب ذوق طبعا الاونر بتاع الكلب، على حسب المناسب لجسم الكلب بنبدا ان احنا نقص القصة المطلوبة. بنقدم خدمات كتير جدا في السنتر، عندنا هنا قص ضوافر، عندنا تنظيف ودان عادي وطبي، عندنا تنظيف عيون، عندنا قص شعر، عندنا كمان الشاور اللي بيحافظ على نظافة الكلب من الأتربة والفطريات والحاجات دي، عندنا شاور للحشرات لو الكلب عنده حشرات بنبدأ ان احنا نحل المشكلة دي بشاور كيميكال، عندنا كمان الشاورات بتاعة الحساسية، عندنا الشاورات بتاعة الفطريات، عندنا الشاورات لما الكلب بيكون بيهرش والكلام ده كله احنا بنقدمه هنا في السنتر.